السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله بقى هنتكلم عن موضوع جديد، وتعتبر بدايتنا كده في الدخول في علم الداتا ستراكشر. طيب إحنا هنتكلم عن حاجة اسمها الليست. خليني أبعد شوية عن البرمجة وأنا أديك إيه مثال في الحياة. دلوقتي أنت إيه، حد قال لك روح اشتري لي شوية حاجات، حد في البيت مثلا قال لك روح اشتري لنا شوية خضار والكلام ده، فأنت قلت لهم عايز لستة الطلبات. إيه لستة الطلبات دي؟ ورقة يرصوا لك فيها كده هات كذا وكذا 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 وكذا. طيب كذا وكذا 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 دولت ممكن يكونوا حاجات مختلفة، يعني مش لازم كلهم يكونوا خضروات، مش لازم كلهم يكونوا فاكهة، مش لازم كلهم يكونوا شيبسي وبيبسي مثلا، ممكن يبقوا أي حاجة، صح؟ فبالتالي الليستة ممكن تحتوي على أي حاجة، صح كده ولا غلط؟ برضو الليست في البرمجة هنا هي عبارة عن حاجة كونتينر كده، مثلا نسميها كونتينر، بتحتوي على حاجات مختلفة. أنا عارف ممكن يكون الكلام ده إيه هيلخبطك شوية، بس لأول ما نشوف المثال على طول هنبتدي ان احنا نفهم احسن. طيب انا اعتبر نفسي محل دلوقتي، اهو اعتبر نفسي حد راح يشتري حاجه ومعايا لسته باسم البضائع، فسمي مثلا ماي ليست، تمام كده، ايكوال سكوير براكتس. يبقى عشان اعمل الليسته بحط ايه، سكوير براكتس، حلو كده، حلو، واكتب اسماء مثلا الاصناف. مثلا عندي اكتب مثلا ووتر، بعدين الصنف الثاني عشان اكتبه اعمل كوما، واكتب مثلا اورنج، تمام، وبعدين اكتب حاجة زي البنانا، وخلينا نكتب حاجة كمان مثلا أخيرة ولتكن جوس مثلا، حلو كده، تمام، كويس أوي. طيب يبقى دي كده إيه الليستة اللي عندي، تمام كده، تمام. طيب خلينا نقول شوية معلومات نظرية عن الليست اللي قدامي دي. أول حاجة إن الليست دي لو أنا عايز أقول لك العنصر ده، العنصر رقم كام فيها، هتقول لي أول عنصر، هقول لك صح بس غلط. ليه غلط؟ لان لازم تعرف ان العد في البايثون هو زيرو بيست اندكسنج. يعني ايه؟ يعني بيبدا العد من الزيرو، فبالتالي ده العنصر رقم زيرو، ده العنصر رقم واحد، ده العنصر رقم اتنين، ده العنصر رقم تلاته. فبالتالي برضو يعني نشغل دماغنا شويه، دول كده اربع عناصر، صح؟ العنصر الاخير رقمه كام؟ على طول تقول لي تلاته، يعني العنصر الاخير دايما هو اصغر من عدد العناصر اللي في الليسته كلها بكام؟ بواحد، حلو كده؟ معلومه على الماشي. برضه معلومة نظرية تانية لازم تبقى عارف ان دي اسمها لينير داتا ستراكشر. لينير يعني مش عايزين نخش في تفاصيل قوي، بس ان هي مش حاجة متشعبة زي حاجة تانية اسمها التري والكلام زي ده في داتا ستراكشر، مش ده موضوعنا دلوقتي، تمام كده، تمام. طيب في شوية حاجات في الليستة دي، يعني انا مثلا لو قلت ان دي البضائع اللي عندي في المحل، هل مش ممكن انا ابطل ابيع بضاعة معينة؟ انا مش عايز ابيع موز تاني، خلاص انا مش عايز ابيع موز، عايز بدل الموز ده ابيع فراولة، أبيع أي حاجة تانية، أبيع مش بص مش هبيع فاكهة خالص، فأنا عايز أعمل ديليت أو عايز أزود صنف جديد. زي إيه مثلا؟ أي صنف في الدنيا عايز أزوده، ممكن أخليه هو تاني أعلى صنف مثلا، أخلي الترتيب، يعني قصدي إيه، إن الإضافة بتاعتي ممكن تختلف في الترتيب بتاعها، ممكن أبقى عايز أزوده في الآخر لو الترتيب ده ليه معنى بالنسبة لي مثلا، يعني تمام كده، تمام. فبالتالي إن الليست دي لازم تكون قابلة للتعديل. اول حاجه هنعملها خلينا ان احنا نطبع اول عنصر مثلا في الليست. ازاي اقدر اعمل كده؟ هقول ماي ليست، تمام، وبعدين هقول ايه، سكوير براكتس، واحط فيه رقم العنصر. احنا قلنا اول عنصر في بالنسبه للبايثون رقمه كام؟ زيرو، تمام كده، تمام. وبعدين احط الكلام ده في برنت، واحطه هنا واعمل سيف، بعدين اعمل ران، فيطبع لي ايه، ووتر على طول كده، تمام، سهله. طب عايز اطبع تاني عنصر اللي هو رقمه كام؟ واحد، اعمل سيف واعمل ايه، ران، يطبع لي اورنج على طول. يبقى انا كده ده اسمه ايه، باكسس العنصر. يبقى ازاي اكسس العنصر او ازاي اوصل له؟ عن طريق ان انا هكتب اسم الليسته بتاعتي اهو اللي هو نفس الاسم ده، وبين السكوير براكتس احط ايه، رقم الاليمنت بتاعي. طيب عايز اعمل ابديت، حلو كده، تعالى نكتب ايه بقى كومنتس هنا كده، ابديتنج ذا ليست. يعني ايه ابديت؟ يعني اغير مثلا الاورنج دي مثلا انا هخليها بيبسي، حلو كده، حلو. طيب هقول ايه، هقول ان ماي ليست، واكسس العنصر اللي هو اورنج ده اللي هو رقم واحد، واقول ان هو ايكوال بيبسي، تمام كده، تمام، حلو قوي الكلام ده، بيبسي، حلو جدا. طيب واعمل سيف، وعايز اشوف الكلام ده اعمل ايه، برنت ماي ليست، تعال نعمل برنت ماي ليست، تعال نعمل سيف، وادي الاورنج دي 30، تعالى بس نكومنت ده ونشوفه ايه عشان نشوف بشكل اوضح. تعالى نعمل كلير ونطبع،
فبالتالي هتلاقي ايه، ووتر نزلت زي ما هي، اورنج اتغيرت لبيبسي، وبنانا نزلت زي ما هي، وجوس نزلت زي ما هي. حلو كده؟ حلو. طيب تعالى بقى، انا عايز اعمل انسيرت لعنصر معين في الليست بتاعتي دي، اقدر اعمل كده ازاي؟ هنحط هنا كومنت نقول ايه، هنا انسيرت، الكومنت دي عشان ما تطلعش معانا، ونقول هنا انسيرت. طيب انسيرت ازاي؟ هقول ماي ليست، اكتب اسم الليست بتاعتي دوت انسيرت. تمام كده؟ تمام. طيب وابصلها الحاجه اللي انا عايز انسرتها، ولتكن مثلا شيبس مثلا، ورقم المكان اللي انا عايز انسرتها فيه، وليكن ان هو عايزه تبقى العنصر الثاني. تعالى نعمل ران، طلع ايرور كانوت بي از ان انتجر. طيب هو تقريبا انا عاكسهم، تعالوا كده نشوف، انا تقريبا عكستهم، تعالوا نشوف. طيب بالظبط كده انا عكستهم كده، يبقى انا بواصل الاول المكان بتاعنا عايز اضيف العنصر فين، وبعد كده العنصر نفسه. يعني لو عملنا برنت الماي ليست دلوقتي هيحصل ايه؟ تعال نشوف كده، هيحصل ان هي بقت شيبس فعلا، اتضافت في مكان العنصر رقم 2، 0 1 2، وبعد كده ده ايه، اتشفت يعني اترحل لقدام. جميل الكلام ده، جميل. طيب انا عايز اعمل ديليت لعنصر، وليكن مثلا انا عايز اديليت العنصر رقم مثلا ده كده رقمه كام، 3 صح. يبقى تعالى بقى نعمل ايه، نعمل ديليت. ديليت ديليت بتتعمل ازاي؟ بقول ديل صلي ديليت ماي ليست، و اكسس العنصر اللي انا عايز امسحه اللي هو 3 دلوقتي، وبعدين اعمل برنت ايه للليست تاني. تمام كويس قوي. تعالى الاول نعمل كلير بس عشان كله يبقى واضح بالنسبه لنا. جميل الكلام ده، وايه ونعمل رن دلوقتي. تمام زي ما انت شفت دلوقتي هو ايه، راح حذف العنصر اللي هو بنانا ده. طيب تعالى بقى كومنت الكلام ده كله. تمام ونعمل ايه، خلونا نعمل ليست مثلا تكون مكون او ارقام. تمام خلونا مثلا نسمي ماي نمز، ماي نمز مثلا، وتكون الليست دي مكونه من ارقام 1 5 6 1 4 7 3 6 8 9. هي يعني الارقام ما كانتش بالظبط، لكن انا ايه هتفيد عادي في اللي انا عايز اعمله دلوقتي. هل الارقام دي مرتبه؟ قطعا لا. طيب انا عايز ارتبهم، اروح جاي نازل كده كاتب ماي نمز دوت ايه دوت سورت، حتى هتلاقي اسمها سورت عادي، يعني سورت يعني ترتيب، فايه هتلاقيها سهله جدا ان انت تفتكرها. طيب واعمل ايه، برنت ليه ماي نمز. تعالى نشوف كده، نعمل كلير ونشوف. طيب اهي ترتبت 1 1 3 4 5 6 مترتبه وزي الفل اسندنج اهي. طيب خليني اقول اخر ملحوظه عايز اقولها النهارده، ان هل ينفع اعمل ميكس ما بين الليست يكون فيها سترينجز ويكون فيها حاجه تانية؟ الاجابه بكل بساطه اه، ماي ميكسد اهي. تمام والسترينج دي هحط فيها سترينج، اكتب سترينج هنا مثلا، هحط فيها 1، هحط فيها 2.5، هحط فيها اي حاجه عادي، واعمل سيف واعمل رون، مش طالع اي مشكله. فبالتالي اه ده كده اكسبتد جدا في بايثون. تمام ده كل اللي كنت حابب اقوله لك النهارده عن الليست. طبعا الليست فيه حاجات اكتر من كده بكتير، ممكن تجو اهيد وتسيرش فيها يعني، وتقوي من معلوماتك فيها، بس دي كده ايه كانت مقدمه كويسه عن الليست. تمام كده، اتمنى لو انت استفدت حاجه من الفيديو ده تعمل لايك وتشيره مع اصحابك.